السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى السالكين طريقهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الموضوعين اللذين وكل إلي موضوعان يسيران والحمد لله، ولن يثير يعني ما أثاره موضوع الأمس من كون المجالس حارة والكراسي حارة والنقاش حار، يعني الحمد لله الذي عافانا من هذا في هذا اليوم وجعل البداية لطيفة ورفيقة ولا ينتطح فيها عنزان ولا يختلف فيها رأيان. أرجو هذا إن شاء الله. الموضوع الأول مسألة تزين المرأة، يعني أو كأن السؤال قد جاءني تحديدا، هل يجوز للمرأة أن تلجأ إلى عمليات شد الجلد توقيا لآثار تقدم السن واستبقاء للنضرة والحسن؟ المجمع الفقهي في منظمة المؤتمر الإسلامي كان قد عرض لموضوع الجراحات التجميلية، ثم أصدر فيها قرارا مفصلا جميلا، وأنصح إخواني جميعا من لم يكن قد وقف عليه بأن يرجع إليه، يعني وقد كفانا مؤنة الحديث التفصيلي في هذا الموضوع مع بعض التعديلات والإضافات اليسيرة. اشترط لجراحة التجميل لكي تكون مشروعة في الجملة، اشترط لها جملة من الشروط، فقال في الشرط الأول أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعا، نعم، كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها. الشرط الثاني أن لا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجات من الجراحة، ثم قال ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص والثقة. الشرط الثالث أن يقوم طبيب، وبين قوسين طبيبة، بحسب من يتولى أو بحسب من يطلب هذه العملية، يعني من الرجال أو من النساء، مختص مؤهل وإلا ترتبت مسؤوليته. طبعا من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن. نعم، أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض طالب الجراحة. ثم قال أن يلتزم الطبيب بالتبصير الواعي لمن سيجري العملية بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية. المريض يستسلم بين يدي طبيبه، فيسلم إليه جسده، ويسلم إليه عافيته، ويسلم إليه كل شيء، فمن تمام النصيحة أن يبصره بما قد يكون لهذه العملية من آثار جانبية ينبغي أن ينبهه عليها. ثم قال ألا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيرا ومساسا بالجسم من الجراحة. لا ينبغي أن يلجأ إلى الجراحة إلا في نهاية المطاف بعد أن تستنفد الوسائل الأخرى. ثم قال ألا يترتب عليها مخالفة للنصوص الشرعية، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. نعم، رواه البخاري.
وأيضا حديث ابن عباس: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. نعم، رواه أبو داود. ثم قال: ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. ثم قال: وكذلك نصوص النهي عن التشبه بالأقوام الأخرى أو أهل الفجور والمعاصي. نعم، ثم أضاف شرطا فقال: أن تراعى فيها قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة وأحكام كشف العورات وغيرها إلا لضرورة أو حاجة داعية. ثم بين القرار أنه يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها، وأرجو أن ننتبه إلى قوله الضرورية والحاجية. نعم، لأن الجراحات التحسينية التي يراد بها مجرد التماس المزيد من الحسن ولا تدعو إليها ضرورة ولا حاجة، الأصل فيها وفقا لهذا القرار المنع. نعم، ثم بين ما هو المقصود من هذه الجراحات التجميلية. قال: إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، لقول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في ستاندر للخلق. فعندما يحدث خلل في هذا، سواء أكان خللا خلقيا أم كان خللا مكتسبا أو كان خللا طارئا وقع بسبب حادث أو نحوه، فإنه يجوز التدخل الجراحي لإعادة العضو إلى أصل الخلق الذي خلق عليه. أمر الثاني، قال: إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم. لو أن عضوا تعطلت وظيفته لعارض أو لأمر خلقي وأمكن إعادة ذلك جراحيا، فالأصل في ذلك أنه مشروع. ثم قال: إصلاح العيوب الخلقية مثل الشفة المشقوقة، وبين قوسين قال: الأرنبية. ثم قال: وعوجاج الأنف الشديد والوحمات والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر. الأصل كما تعلمون أن الإنسان خلق بخمسة أصابع، فإذا ولد بستة أصابع وكان هذا مما يتضرر منه، فإن له أن يزيل هذا الإصبع السادس. والأصل أن أصابعه مفرجة، فإذا حدث أن إصبعين ملتصقان فإنه يجوز التدخل الجراحي لكي يعاد الأمر إلى أصل الخلق. عندنا قاعدة أحسن تقويم، هذه هي القاعدة التي يقاس عليها ويرد إليها، وكل ما خرج عنها فإنه يجوز أن يتدخل جراحيا لإعادة الأمر إلى أصله. ثم قال: إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، وضرب أمثلة على ذلك: زراعة الجلد وترقيعه. ثم قال: وإعادة تشكيل الثدي كليا حالة استئصاله، إذا استؤصل الثدي يعني بسبب سرطان أو نحوه. نعم، قال: وإعادة تشكيله حال استئصاله، أي نعم، أو جزئيا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية. وأرجو أن نفرق هنا ما بين ما اعتبر حالة مرضية، وسوف ما ينص على منعه بعد قليل الناس اللي هم يعني يلتمسون المزيد من الحسن. الثدي في حجمه الطبيعي لا يشكل حجمه حالة مرضية ولا يشكل أزمة نفسية، لكن صاحبته تجري وتلهس وراء المزيد من الحسن والمزيد من الكذا. يبقى هذا سوف يأتي النص على منعه في فقرة أخرى من هذا القرار. ثم قال: وزراعة الشعر في حالة سقوطه خاصة للمرأة.
عمليات زراعة الشعر تختلف عن عمليات الوصل، لأن عمليات زراعة الشعر إنما تدخل في المداواة في الجملة، والأصل في المداواة أنها مشروعة. يعني ثم تجب في حالتين، في حالة الأمراض المعدية من جانب، وفي حالة إذا ترتب عليها استنقاذ الحياة من جانب آخر. فهذان هما الحالتان اللتان نص قرار المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي على وجوب التداوي فيهما. إذا تعين يعني التداوي سبيلا لاستنقاذ الحياة، إنسان يعني فجأة في الشارع أصابه حادث يحتاج إلى نقل دم مفاجئ لإنقاذ حياته، فينبغي أن ينقل إليه الدم هذا ولا يعني ولا يستأنى حتى يستأذن أو يطلب إلا إذا نصت القوانين على هذا. لكن من الناحية الشرعية البحتة فإنه يتعين عليه في هذه الحالة أن يلتمس العلاج، ويتعين عليه أن يقبل به. أو في حالة الأمراض المعدية التي يتعدى ضررها إلى الآخرين. ثم قال: إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا. وفرق بين التماس المزيد من الحسن وبين إزالة الدمامة. الدمامة ليست أصل الخلق، فإن أصل الخلق هو أحسن تقويم كما قال الله جل جلاله. يعني فما بلغ من العيوب مبلغ الدمامة والأذى فإن هذا يتدخل جراحيا لإزالته. أما ما وراء ذلك التماس المزيد من الحسن، وأذكر أن أحد أساتذتنا كان ابنه قد أصيب في حادث، يعني سقط أنفه يعني أو قطع أنفه أو يعني أصاب أنفه ضرر يعني، فجيء له بكتالوج قال له اختار أي أنف من دولة عشان نحطها لك هنا، يعني لكي نعيد تشكيل أنف ابنك على النحو الذي تريد. قالت أمه: أنا أريد أنف ولدي كما هو، كما خلقه الله عز وجل، فقط أعيدوا لابني أنفه وأعيدوه إليه كما كان، كما خلقه الله عز وجل، ولا أريد تحسينا ولا تعديلا، إحنا أصابنا ضرر فقط نلتمس دفع هذا الضرر. ثم ذكر القرار أنه لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، كعمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف، وتكبير أو تصغير الشفاه، وتغيير شكل العينين، وتكبير الوجنات. كل هذا من الجراحات التحسينية التي نص القرار على منعها. ثم فرع القرار على ذلك بمنع إزالة التجاعيد بالجراحة، وده موضوع البحث أو موضوع السؤال. أي نعم. ثم فرع على ذلك القول بمنع إزالة التجاعيد بالجراحة، ومنها شد الوجه بطبيعة الحال، فنص على أنه لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية. نعم. وشريطة أمن الضرر، يعني فلم يجزها فيما يظهر إلا إذا كانت المرأة صغيرة في السن وكانت التجاعيد لأسباب مرضية، فأجاز لها في هذه الحالة معالجة المرض والآثار المترتبة عليه على ألا تؤدي تلك الجراحة إلى ضرر أكبر. تعقيب أخير على هذا القرار، يعني ذكرت والذي يظهر لي أن في هذا الأمر تحجيرا لواسع، نعم، ولا يتفق مع المقدمة التي فر عليها هذا القول. نعم. فإن هذا ليس من جنس تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، نعم، لكنه لإزالة أثر من آثار الكبر يمكن التغلب عليها بهذا الطريق، واستبقاء للنضرة المطلوبة للمرأة خاصة في هذه السن التي تغالب فيها مشاعر اليأس وآلام الكبر. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله
يعني ما الحكم في عمليات شد الوجه أو منطقة ما حول العينين إذا كبر الإنسان؟ طبعا بدأ يترهل الجلد ويتجعد، فيقومون بعمليات شد الوجه حتى يرجع أكثر نضارة. نعم، فقال: ما عليهم من شيء. سأله السائل: جائز هذا؟ فقال: ما عليهم من شيء. السائل قال: إننا نتكلم عن الرجال. نعم، فقال: الرجال والنساء. وسئل أيضا في حديث آخر: ما حكم تقشير المرأة وجهها؟ النساء يكون لديهن نمش أو بقع في الوجه. فقال الشيخ: لا بأس، تزيلها. فقال: يقشرون الوجه كله يا شيخ؟ فقال: إذا كان فيه أذى فإنه يزال. فقيل: ليس هو الأذى، إنما هو من باب التجميل. نعم، فقال: إن كان فيه نقط سوداء لا بأس، هذا من باب التجميل ومن باب إزالة ما يؤذي. فقال السائل: أليس هذا من تغيير خلق الله يا شيخ؟ فقال: ليس منه. فقال: لماذا يا شيخ؟ فقال: لأن هذا مما يضرهم مثل اللي فيها شيء آخر في الخلق. يعني فالذي يظهر لي أنه مع مراعاة الضوابط الشرعية المذكورة في صدر هذا الجواب لا حرج في هذه العملية إذا تحققت المناسبة، ما دام الوجه جديدا يحتمل ذلك. المسألة الثانية: هل يجوز للمرأة التزين بالوشم المؤقت الذي يؤدي إلى، يعني الذي لا يترك آثارا دائمة ويمكن للمرأة إزالته متى شاءت؟ المشرفون على الوقت يقولون لقد بقيت دقيقة واحدة ونستلف 4 من عند الدكتور حاتم جزاه الله خيرا قرضا حسنا. يعني فبنقول أحبابي، على كل حال الوشم المحرم الذي توعدت النصوص من تفعله إنما هو ذلك الوشم الدائم، نعم، الذي يكون بغرز الإبر في الجسد حتى يسيل الدم، ثم يحشى موضعها بالكحل أو غيره ليكتسب الجلد لونا آخر أو ما حل محل ذلك وأنتج مثل أثره من وسائل التجميل المعاصرة وآلياته. ويستعمل الوشم لاعتبارات جمالية، وقد يكون مرتبطا بخرافات وبتعاويذ باطلة، فقد كان قدماء المصريين يعتقدون أنه يشفي من الأمراض ويدفع العين والحسد. تحريم الوشم على هذا النحو موضع إجماع أهل العلم، وقد وردت فيه نصوص صحيحة صريحة، نذكر منها: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. نعم، تقول الرواية: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن فأتته، فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله؟ نعم، فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحتي المصحف فما وجدته. نعم، فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. يعني فقال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها، يعني لم نجتمع معها في بيت أو لم نصحبها. المشايخ وأهل العلم يقولون: لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي، بل كنا نطلقها ونفارقها. لكن مجرد النقوش سواء أكانت بالحناء أم بغيرها مما يترك لونا مؤقتا ويذهب بمرور الوقت، فليس هذا من باب الوشم المحرم في شيء، فقد جاءت السنة بإباحة تزين النساء بالحناء. نعم، وندبتهن إلى ذلك
إلا ما كان من ذلك على هيئة صور ذوات الأرواح فينهى عنه من هذه الجهة لا من جهة كونه وشما. والخلاصة إن الوشم المؤقت جائز بالضوابط الآتية، ولعل تسميته وشم يحدث التباسا النقش، يمكن كلمة النقش أبلغ وأضبط في التعبير عن هذا المعنى. نعم، أن يكون الرسم أو النقش مؤقتا، يعني أي أن يزول تلقائيا أو يمكن إزالته وليست له صفة الديمومة والثبات. نعم، ألا تحمل الرسومات شعارات تعظم دينا محرما أو عقائد فاسدة أو منهجا ضالا. نعم، ألا يتضمن الرسومات يعني لذوات أرواح ألا تظهرها لرجل أجنبي عنها إن كان هذا في مواضع زينة الباطنة، ألا يكون في تلك الألوان والأصباغ ضرر على جلدها، ألا يكون فيها تشبه بالفاسقات أو الكافرات، ألا تكون في موضع العورة إن كانت تتولى تزيينها به غيرها من النساء. فإن تحققت هذه الشروط ساغ التزين به ويعد حينئذ من جنس النقوش الجائزة وليس من جنس الوشم المحرم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. طيب، إذا أذن لي مدير المجلس وأذن لي الحضور، هل ممكن أهب من وقتي 5 دقائق لقارئ يقرأ علينا من كتاب الله حتى ترق بذلك قلوبنا؟ طيب، شيخ رجب ممكن تقرأ علينا 5 دقائق؟ هنا تفضل في المرة القادمة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد إن شاء الله جميل أنا ربنا عز وجل أكرمني وبقي لي من الوقت 9 دقائق فإن شاء الله يعني الأمور حتكون سهلة يسيرة المطلوب مني كان الكتابة عن ضوابط الزينة ولم أتعرض إلى شيء من التفصيلات وإنما فقط تكلمت عن الضوابط فبدأت بأنه التجمل والتزين مما يحض عليه الإسلام في الجملة فإنه يقدر أنه من الحاجات الفطرية للمرأة خاصة قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ولذلك استثنينا من تحريم حلي الذهب مع ما في استيقاظ الذهب حليا من تضييق النقدين واحتمال كسر قلوب الفقراء أيضا فجاءت الأحاديث بتحريم لباس الحرير والذهب على الذكور من أمته صلى الله عليه وسلم
وحل ذلك للإناث. وتزين المرأة لزوجها على وجه الخصوص مهم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلة حتى تمتصت الشعثة وتستحد المغيب. لكن أمر الزينة بالنسبة للنساء أمر يحتاج إلى نوع من التدقيق وأيضا قدر من التورع، لأن شأنه عظيم لما يؤدي الإفراط فيه إلى الفساد العظيم من الفساد العظيم. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أميمة بنت رقيقة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فإن كانت البيعة تكون على كبار الأمور ومعاقد الدين، فتضمين النهي عن التبرج في البيعة له معنى مهم ينبغي تأمله. فمن الزينة ومن الزينة ما يحل أمام الزوج دون غيره، وما لا يحل إلا أمام المحارم والنساء، ومنها ما يحل في كل حال، ومنها ما يكره، ومنها ما يحظر. فبالنسبة للضوابط العامة، قلت: الحجاب في الإسلام ليس ثوبا ترتديه المرأة المسلمة فقط، بل طريقة حياة ومنهج كامل للتعامل مع جنس الرجال. فالمسلمة تبتعد عن مواطن الشبهات والعطب، ولا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تتمايل في مشيتها فتميل لها قلوب الرجال، وهي حريصة على عدم الاختلاط بهم إلا لحاجة. ثم بدأت بالكلام عن أن الاحتياط للفروج والأعراض هو الأصل، وذكرت في ذلك حديث عائشة في اختصام عبد في اختصام عتبة ابن في اختصام سعد بن أبي وقاص على ابن يعني عبد بن زمعة الذي هو أخو سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الغلام الولد ولد على فراش عبد بن زمعة من وليدته، فاختصم سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة مع ابن عبد بن زمعة الذي هو أخو سودة، لا أذكر اسمه الآن، اختصم معه سعد بن أبي وقاص، لأن سعد قال أن هذا الولد ابن عتبة ابن أبي وقاص أخي سعد، وأنه عهد إليه بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالولد لعبد بن زمعة لأنه ولد على فراشه، ولدته وليدته على فراشه، فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولكن قال: واحتجبي منه يا سودة، فلم يرها قط. معنى ذلك أنه احتياطا للأعراض أمر سودة أن تحتجب من هذا الذي حكم بأنه ابن أبيها، هذا أخوها ابن أبيها، لأنه حكم بالولد للفراش وهو ولد على فراش أبيها، ولكن قال: احتجبي منه يا سودة احتياطا للأعراض. وكذلك تعرفون حديث عقبة أيضا ابن الحارث في قوله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، هذا في مسألة الرضاع، هذا حديث أخرجه البخاري، لما زعمت امرأة أنها أرضعت عقبة ابن الحارث ومن تزوجها بنت أبي إيهاب، فجاء عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، يعني جعل مجرد الظن كافيا للحظر، وفي ذلك من الاحتياط للأعراض والفروج ما فيه. Really, because I am. الأمر الضابط الأول الذي ذكرته بعد بيان أن الأصل هو الاحتياط، والأصل الاحتياط لا يعني أن نحرم ما أحل الله، ما هو أيضا قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل: هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة
فهذا الضابط لا يعني أن نحرم ما أحل الله، لكن يعني أن نكون على حذر وأن نتورع من يعني تقحم هذه المهالك، لأن الحقيقة يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، أو على الرجال من النساء. الضابط الأول الذي ذكرته المنع من الإسراف، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا والبسوا وكلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف أو مخيلة. والمنع من إضاعة الوقت أيضا، ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وذكرت أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. المنع من التشبه بالرجال، وذكرت فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. والعرف هو مدرك هذه الأحكام الخاصة بتحديد ما يخص المرأة والرجل، ولكن في حدود ما يليق بكل نوع. والعرف هنا العرف العام، فإذا انحرفت فطر قوم يعني بعينهم فإن ذلك لا يؤثر. يعني لو انحرفت فطر قوم مثلا وصار الرجال يتحلون بالأقراط، فإن ذلك لا أثر له على الحكم الشرعي. المنع من التشبه بالكافرات والفاسقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال لعبد الله بن عمرو: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فهذه بعض الضوابط في باب الزينة للمرأة، وقد انتهى وقتي فكفيت المزيد، وجزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.